تحشيمي شويه عشان اعرف اتكلم معاكي كويس. خير ان شاء الله يا حاج. عايزني اتنازل لك انت كمان؟ ايوه بس في الحلال، انا جاي طالب يدك. زغرات يا عروسه. ها والطلاق امتى ان شاء الله؟ بعد الانتخابات ها؟ اعوذ بالله من لسانك يا اخي. ده انا هعديها 50,000 جنيه شبكه و100,000 جنيه مهر، ومستعد اكتب لك 200,000 جنيه مؤخر صداق. بس انت متجوز اتنين يا حاج. وماله تبقي التالتة، وعلى رأي المثل التالتة تبتة. بس دي مخطوبة حد، ولا انت شايف ايه؟ تتنازل عنها وعوضك، يكفيك 100,000 جنيه خلو رجل. ترضاها انت على روحك؟ ربنا غفور رحيم يا اخي. ثم انا ههديها، ههديها الى الطريق القويم بإذن الله. رأيك ايه يا اخت عديلة؟ قلت يا عروسة. سيبوني افكر احسبها. فكري فكري على مهلك وخدي راحتك، ودول 100,000 جنيه، وبكرة بإذن الله لما تقولي نعم هيوصلك الباقي. السلام عليكم. ايه الراجل المتخلف ده؟ 120,000 من غير جواز، و150,000 بالجواز، ده غير المؤخر والهدايا. تبقى واقفة الجوازة بكام كده يا عدولة؟ يا عديلة، ده احنا هنتجوز وهتاخدي فوق كده 100,000 جنيه كمان. وانا شعرفت، مش يمكن متفق مع واصل على اكتر من 100 ومخبي عليا؟ الله، اما انت شكاكه وقلبك اسود. صحيح بقى انا حسرقك يا بنت صندوق. ما تجيبش سيره ابويا على لسانك يا ابن عزيزه. ليه الغلط ده الطير؟ لا ده انت قليل الادب وعايز اللي يربيك. انا برضو عايز اللي يربيني. ناس ليها بخت وناس ليها مهيطل. يا رب يا رب ارزقهم، يا رب ارزقهم لحد ما يزهقوا ويملوا يا رب. انا مستنيك على التليفون من الصبح. بقول لك ايه، احنا بصراحه بقى جالنا عروض عشان نتنازل احسن من العرض بتاعك بكتير. ثانيه واحده، جبت الديك عشان عدول ها؟ كله تمام. الحاجات والفقد والموز والقد كله تمام. ايه
شكرا. ماشي ها؟ شكرا. شكرا. هو احنا طالبين كام عديله؟ 6 مليون يا بيه. احنا بصراحه طالبين 6 مليون يا دكتور. لا لا انا مش كتير ولا حاجه، اصل انا كمان بتفائل بهذا الرقم. ما تنساش كمان ان مفيش وقت، الانتخابات قربت. انت تجمع بقيه الزملاء واللي هيدفع اكتر هيبقى حلال عليه. لا المبلغ بتاعك بقى هنعتبره ايه؟ يعني زي ما تقول كده يعني ايه؟ رهن او مش رهن، يعني امانات. بالظبط كده، لو ما رسيش العطا عليك هندفعهم لك. ماشي يا دكتور. نتقابل قوي قوي، الساعة كام؟ 12، فين؟ ماشي يا دكتور، ماشي. أنا من البلد دي، أنا من البلد دي، بلد أبويا وجد جدي، وأنا من البلد دي، أنا من البلد دي، بلد أبويا وجد جدي، أنا من البلد دي. لا 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 يا حاج فتح الله، انسى موضوع الجواز ده خالص. أنا مستعدة أتنازل لك بشرط تديني المبلغ اللي قلت لك عليه. خلاص اتفقنا؟ الليلة دي الساعة 12. وعليكم السلام. بالحق يا بخيت، مش واجب برضو ندي التجار خبر ان احنا هنتنازل عشان يعملوا حسابهم؟ لا 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 لا، احنا ناخد الفلوس ونسافر ونتصل بيهم بعدين. بالحق فكرتيني. ايه؟ ريسبشن، من فضلك احجز لي طيارة خاصة بكرة للقاهرة. شكرا. في صحتك يا بخيت. عايزينها تبقى خضرة الأرض اللي في الصحراء، ونقدم المصر هدية حاجة جميلة ومعتبرة. هي ايه؟ الصحراء تبقى ايه؟ خضرة. عايزينها تبقى خضرة الأرض اللي في التنازل بتاعنا اهو ناقص على اسم صاحب النصيب اللي هيسلمنا الفلوس، هنكتب اسمه. احنا ما بنقبلش شيكات، الدفع كاش. جبتوا الفلوس؟ الفلوس في العربية والتأمين بتاعك اهو. هم بس